الحر أو مستوظف هي الدنيا سبعة أيام، فبلاش تفتي أو تستظرف ولا تتشعبط في الأوهام. يجي السبت وبعد الحد ولازم تصحى بدري، كاره نفسك كاره اسمك قم بكرامتك دغري، تاخد دش وتحلق دقنك وتدور عالمكوى، خد لابتوبك كابل موبايلك والبس واطلع اجري. يوم الحد ده يوم الجد والمدير متنرفز، لو قفشك هيطلع عينك ويرخم ويغلس. يجي الاتنين وتزحمى العيد حضرك فيه تتأخر، كل الناس في الميادين معجونة وبتفرفر، توصل شغلك بعد كتير متعصب متكتر. يوم الاتنين اصلا اسفين فعدل وكبر. يجي بعديه يوم ملبوس سموه التلات، كل حياتك فيه بتبوظ وتخش في متاهات. يوم سائل تقيل ورزين مليان اجتماعات، مش هتروح غير بالليل ولسه عليك ايميلات. يجي بعديه يوم الاربع فيها ماله الاربع مالوش شخصية. طيب خش على الخميس. الخميس يوم التهييس لازم تصد فقط، تملك ساعتين بعد الشغل لا تيجي على عشاء وتسقط. بكرة اجازة وبعده اجازة فرفش يلا وزقط. ده الخميس يوم التهييس كلم صاحبك صبر. تيجي الجمعة تصحى براحتك وتقول ما هنريح، تلقى الاسرة لابسة وجاهزة ترجع مفتوح قبل ما تقعد يضرب جرس الباب، تلقى زيارة ملهاش لازمة يا أهل يا أصحاب. يوم السبت تنام عالكنبة تفتكروا ده يوم راحة، مفيهوش غير مشوار الدرس وتمرين السباحة، وكمان في مشوار صغير كلنا كده عارفينه، هتطلع عالسوبر ماركت وتعدي تجيب فينو. بس بسرعة بلاش تتأخر عالفيسبوك وتهري، بكرة الحد وخليك فاكر